ينظم منتدى وعد السياسي وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة حلقة نقاشية حول الإعلام ومناهضة العنف ضد المرأة. تتركز هذه القضية حول محاور أساسية تتعلق بأهمية تعاطي الإعلام بالتحديد الصحف المحلية مع العنف الواقع على المرأة وقضايا وملفات المرأة الرئيسية. هل هذا التعاطي إيجابي مؤثر ممكن يترك أثر في الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية؟ هل هذا التعاطي مع ملفات المرأة من ضمن أولويات الإعلام وبالتحديد يعني الصحف المحلية على يعني ياخذ السلم الأولويات في القضايا اللي تعاطى معها الإعلام في البحرين، أو إنه لا ممكن يكون ضمن يعني مناسبات موسمية؟ هل فعلا ملف العنف ضد المرأة في الصحف المحلية ومعالجة في إطار هذا الإعلام يأتي ضمن خطة ممنهجة ولا موسمي حسب المناسبات المحلية والدولية؟ هذا الموضوع المهم راح يتم تناوله من قبل محاضرين متواجدين معنا اليوم، وهي الدكتورة منى عباس فضل، والدكتورة طبعا مثل ما تعرف كاتبة وباحثة في الشأن العام بالتحديد في الشأن النسائي ومهتمة بملف العنف الواقع على المرأة، ومعنا أيضا الأستاذ وسام السبع باحث وإعلامي معني بشؤون المجتمع وقضايا المجتمع، مرشد اجتماعي في وزارة التربية منذ 2001، وأعتقد عضو جمعية الاجتماعيين البحرينية، عضو يعني فاعل في جمعية الاجتماعيين. نرحب بهم وإن شاء الله يكون لقاءنا وياهم ومعاكم أيضا لقاء مثمر فعال في ملف مهم. نتمنى طبعا التفاعل، احنا دائما نعتمد على الوجوه الرجالية في هذه القضايا، بس للأسف دائما يعني نسبة الوجوه النسائية في الشأن النسائي تكون غالبة. نتمنى التفاعل يكون من قبل جميع، تفاعل حار ومثمر وفعال وإيجابي. تتفضل الدكتورة منى عباس في الجزء اللي خاص بها في ملف العنف الواقع على المرأة وتعاطي الإعلام مع هذا الملف المهم. شكرا أختي نوال، ومساء الخير جميعا، وشكرا لجمعية وعد على دعوتنا لإلقاء الضوء على حلقة أو في هذه الحلقة على موضوع الإعلام ومناهضة العنف ضد المرأة، وشكرا لكل الحاضرين والحاضرات معنا في هذه الأمسية. بداية طبعا وليس تبريرا، احنا تعودنا دائما يعني نعطل خبر في آخر اللحظات والوقت غير كافي، فيمكن البعض يعني يتوقع أنه سيسمع الكثير فيما يتعلق بالصحافة المحلية قصص وحكايات. الوقت لم يكن كافي لعملية جرد لما موجود عندنا، ولكن حاولت قدر جهدي في خلال اليومين الثلاثة أن ألقي الضوء على أهم الأمور المتعلقة بهذه الظاهرة. بداية، لماذا نواجه ظاهرة العنف ضد المرأة؟ نواجه ظاهرة العنف ضد المرأة لأن في هناك حكايات العنف النفسي والجسدي الصادمة تكشفها الدراسات صدفة أو تنشر عبر وسائل الصحافة ووسائل الإعلام، فهي تمثل قمة الجليد في قضايا العنف الذي تتعرض إليه النساء. نواجه ظاهرة العنف لأن العنف دمار شامل ذو أبعاد ثلاثية، يصيب المرأة، يصيب الأسرة، ويصيب استقرار المجتمع. نواجه العنف لأن ممارسة العنف ظاهرة مدانة في المجتمعات وكافة التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية،
وذلك لما لها من آثار أو تأثير سلبي على تقدم المجتمع وتنميته. نواجه العنف ضد المرأة لأنه قضية مجتمعية وأخلاقية معقدة، وهو قضية ويعد قضية وطنية بامتياز ودفاع عن كرامة المجتمع وتأكيد لقيمته وللعدالة الاجتماعية. لأن معدلات العنف صارت خطيرة وتجاوزت في بعض المجتمعات، ولن يعني نقول مجتمعنا لأن في هناك رأي آخر يعني، فنكون حذرين في هذا الجانب لا نعمم. تجاوزت في بعض المجتمعات الخطوط الحمراء، ولأن آثاره تتجاوز حدود الضرر الجسدي المباشر للضحية، فالأذى النفسي وخطر التعرض لجرعات إضافية من العنف يقللان من احترام المرأة لنفسها ويشلان قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد من يعتدي عليها، وما يختلج في كيانها من إحباط وغضب يتحول غالباً إلى مشاعر عدائية، وفي هذا تدمير للذات. يعتبر طبعاً التمييز ومنظومة العادات والتقاليد والثقافة السائدة وغياب الوعي والعقلانية والمساواة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وتراجع القيم الاجتماعية، كلها تعتبر أسباب ومنشأ رئيسي لمختلف أنواع العنف ضد المرأة. بالتأكيد حياتنا أجمل بلا عنف. تشير إحصائيات مراكز الإرشاد الأسري والاستشارات والدعم القانوني الرسمية أو الأهلية عن تنامي ظاهرة العنف بأنواعه في محيط الأسرة المسكوت عنه أو المعلن عنه. المجتمع البحريني كما غيره الكثير من حالات العنف الأسري التي لا تلجأ إلى المراكز، مراكز تلقي الشكاوى طبعاً، والحالات ما تسجل في هذه المراكز. عفواً. برغم الشكاوى والمطالبات المستمرة لعقود والتي تركزت منذ سنة 2007 من قبل الجمعيات والاتحاد النساء البحريني ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد قانون متخصص يجرم العنف ويعمل على حماية المرأة، لم يتم إقرار هذا القانون إلا العام الماضي 6 أغسطس 2015 تحت عنوان قانون حماية من العنف الأسري. تأخير إصدار هذا القانون ساهم في تفاقم واستشراء هذا الظاهر، ولكن مع ذلك وجود هذا القانون أيضا يشكل جانب إيجابي رغم وجود بعض النواقص فيه، وبالذات فيما يتعلق بتجريم بعملية التجريم وبتحويل العقاب، عقاب المعتدي على الضحايا، تحويل عقابه إلى قانون العقوبات. لن ندخل في تفاصيله، وإنما لابد من الإشارة إلى ذلك. أرقام وحقائق حول العنف ضد المرأة في البحرين. البحرين طبعاً بداية شهدت تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية متسارعة، وحظيت باهتمام عالمي ونزوع الدولة إلى الانفتاح على الخارج، وهذا ولد ضغوط متعددة الأبعاد في المجتمع تداخلت فيها القيم المتضاربة بين الحداثة والتقليد، إضافة إلى زيادة مستوى التعليم، تعليم المرأة وخروجها للعمل، والذي يجده الباحثين له تأثير على ارتفاع مستويات ممارسة العنف عليها. ظاهرة العنف ضد المرأة في حالة تزايد ومؤشراتها تبرز من خلال إحصاءات والأرقام التي تنشر من مختلف الجهات الرسمية والأهلية وتتناولها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي اللي راح نتطرق لها لاحقاً. البيانات والإحصاءات المعلنة عن العنف الأسري في البحرين، وهذه وجهة نظري، غير دقيقة كمؤشر لافتقادها لآليات رصد معتمدة وتعوزها المنهجية العلمية الدقيقة في الرصد والتسجيل بسبب احتمالية تكرار تسجيل حالات العنف بين مراكز، بين عدة مراكز، أو لعدم تبليغ عن الكثير من حالات العنف. هناك من يقول بأنها ظاهرة العنف بأنها تمثل ظاهرة منتشرة في إطار المسكوت عنها، وهناك رأي آخر يرى بأنها لا تشكل ظاهرة وأنها مجرد مشكلات وحالة. من يقول ذلك؟ على سبيل المثال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل أيام قال أن العنف الأسري في البحرين لا يعتبر ظاهرة، هو حالة
وقد يكون السبب في ذلك عملية الإبلاغ التي تشوبها بعض المحاذير الاجتماعية التي تحول أحياناً دون التبليغ عن حالات العنف، وإن السبب الذي يجعل العنف الأسري حالات وليس ظاهرة بسبب تأثير المحاذير الاجتماعية عند التبليغ، إضافة إلى أن الإحصائيات لا أعول عليها الوزير، كلام للوزير. أيضاً رئيس مجلس الشورى قبل يومين أو اليوم على ما أعتقد قال بتدشين الدليل عبر عن ارتياحه لتدني نسبة النساء المتعرضات للعنف. هذه طبعاً كلها حقائق، وعلشان إحنا ناخذها 100% وبشكل يعني مطلق محتاجة حق إثبات، يعني هل فعلاً نسبة النساء اللي يعني يمارس عليهم العنف تدنت أم لا، يعني هذه قابلة للجدل. لافت إلى أن الفضل في ذلك راجع لثقافة الشعب البحريني المتأصلة والقائمة على المحبة والتسامح. بليز يعني خلوا بالكم من هذا الكلام اللي انقال ثقافة الشعب البحريني، بنحاول نقارنها بأرقام فيما بعد راح أعرضها. الوكيل المساعد أيضا للرعاية والتأهيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نفس مؤتمر الورشة اللي تم تدشينها قالت أنه ليس بظاهرة في البحرين وإنما هي أعداد، وإلى آخر تصريح ممكن ترجعون إليه في الصحافة. الآن عندنا بيانات مجموع الحالات التي تلقتها المراكز الأهلية والرسمية. مثل ما أنتم شايفين هذا الجدول الصغير، هذا اللي بروحي اشتغلت عليه، هذا الجدول تجميعي حق كل الأرقام اللي نزلت في تقرير السيدا والأهلي قبل سنتين ثلاث سنوات لما انطلق. فكل هذه الأرقام حاولت أجمعها كان لحد ذيك الفترة لأنها متناثرة، كل جهة تجي تعطينا الرقم فحطيناها على بعضها بعض بشكل عام. من سنة 2010 هذا العدد، 2011 هو أكبر عدد إلى الحالات، و2012 العدد قل، و2013 كان يمكن إحنا لما أخذنا القراءة كان في بداية السنة. عموماً بسبب غياب قاعدة معتمدة للبيانات، كل جهة تصدر إحصاءاتها منفردة استناداً لسجلاتها الخاصة، وهي تؤشر على زيادة حالات الطلاق بين الأزواج، زيادة حجم الدعاوي المرفوعة في المحاكم. هذا طبعاً أنا عندي إحصائية إلى حد 2006، ما في إحصائيات يعني أقدر أستند عليها معلنة مبوبة مرتبة مهندمة، هذا الموجود من الصحافة من ذاك الفترة، هذا حجم الدعاوى المرفوعة للمحاكم. مقارنة أنا قارنها بين 2006 في ذيك الفترة طبعاً إلى 2000 شو اسمه، تضاعفت مرات يعني عن 95. تقرير إلى وزارة التنمية أيضاً، وهذا تقرير سابق من 2014، يقول لي إن دار الأمان عندها هالقد حالة، أنا ما راح يعني أطالعهم، أنتم بإمكانكم تشاهدونهم. في تسجيل أرقام، ولكن إذا تلاحظون هي أرقام متناثرة محتاجة إلى قراءة. بالنسبة لمكاتب الإرشاد الأسري، العشر مكاتب حالياً اللي موجودة، وحسب التصريح يعني حسب 2014 سجلت 4436 حال يعانونها. الآن بينها اللي هي 1296 حالة إرشاد أسري. عموما حالات العنف الأسري في البحرين حسب هيئة التشريع والإفتاء، هذه أحدث إحصائية قبل أعتقد قبل شهرين في ندوة في جامعة المملكة، طرحت إلى إحدى المنتديات من هيئة التشريع والإفتاء. في مقاربة إذا تشوفون بين 2015 و2016 حالات العنف المسجلة، تبين في 2016 نزل العدد، لكن إحنا ما نعرف، ما حد قال لنا ليش نزل العدد. كل اللي إحنا قرينا في الصحافة أن الأعداد قاعدة تنزل، الكل يتأكد أن الأعداد قاعدة تنزل لأن العام الماضي أقر قانون العنف، قانون حماية المرأة من العنف، وهذه الأرقام قاعدة تنزل إلينا، وبالتالي نقدر نستنتج أنه حالة العنف أخف.
هل هذه يعني ممكن احنا ناخذ بهذا يعني التحليل؟ هذا السؤال مطروح يعني علينا في الجلسه. ايضا انا نبهت من شوي لما جاء تصريح رئيس مجلس الشورى بانه يقول ثقافتنا احنا ثقافه الشعب البحريني هي ثقافه تسامح ومحبه ومش ثقافه ممارسه عنف. نشوف هنا بس الارقام، يعني هاي الحالات من الزوج اللي مارس العنف على زوجته، هاي العدد حتى لو نزل هاي العدد موجود عندي 900 قريب الألف. من الأخت، من الأخت من قبل شقيقها يعني من أخوها، هل قد حالة من الابن يعني من الأبو إلى من الولد على أبوه، من الولد على أمه، من الأخوة على أخته إلى آخره، يعني أفراد العائلة الأسرة في ممارسة بهذا الشكل وذاك إلى العنف. طبعا أنا ما جبت بقية التقارير، يعني في أرقام تبين العنف الشديد والمتوسط وإلى آخره، ما كان هو مجالنا، بس هذه أرقام بالنسبة لي أنا مؤشرات تحكي إلينا أنه في ممارسة للعنف ضد المرأة. هذا أيضا الجدول وماخوذ طبعا من تصريح للمجلس الأعلى للمرأة ومنشور في الوسط، وأنا طبعا أجادل فيه، يمكن في آخر مقال إلي أجادل فيه لما نقول إن العنف نزلت نسبته من 52% بين المتزوجين في سنة 2015 إلى 26%، وكأن العنف يعني يمارس فقط بين الزوج والزوجة. ما هذه الأرقام قاعدة توضح لأن أنه داخل الأسرة بين أيضا أفراده، وأيضا إحنا محتاجين إلى دراسات علمية وتسجيل دقيق إلى هذه الأرقام. الأرقام على المستوى الأهلي في عدة أرقام وفي عدة مؤسسات، ويعني صار العرض كثير، بس أنا اللي حصل إلي وقتي أخذت من مركز عائشة يتيم لأن إحنا أقرب إلى المركز، في يعني إلى حد ما يعني ثقة بعد أيضا بالأرقام الموجودة. فالأرقام تبين إلي من 2007 إلى 2016 يعني في تزايد، بدت من 56 إلى 76 لحد الشهر هذا، يعني لآخر السنة ممكن نزيد. هذه عدد الحالات المستجدة، طبعا كل سنة هذا كل سنة مسجلة بروحها، إن هذا العدد الأخير مش تراكمي، فإحنا لم تتسجل بطريقة سليمة فيمكن تعطيني أرقام كبيرة. أيضا هذه الأرقام الجدول بعد أيضا من مركز عائشة يتيم يبين لي أن أعداد العنف النفسي 457، وطبعا العنف النفسي إذا تلاحظون يكثر أكثر من يعني حتى من ضمن هذه الأرقام أكثر من العنف الجسدي، أكثر من العنف الاقتصادي، ونلاحظ أن العنف القانوني يزيد عن العنف الجسدي. هذا يمكن إحنا نقدم في قراءة إنه يعني مستوى الوعي القانوني فيما يتعلق وعي المرأة إن تحمي نفسها عن طريق القانون، يمكن يكون عندها وعي متدني ما تعرف يعني إذا في قانون في مؤسسات ممكن إن تحميها إلى آخره. العنف الجسدي تدني الأرقام ليس لأنه ما في ممارسة إليه، بس لأنه قلنا من قبل لأنه ما في تبليغ للحالات، لأنه ثقافة المجتمع إلى آخره تحد من هذا الجانب. النتيجة أن البيانات السابقة تعد مؤشراً لما تتعرض إليه النساء من عنف، تتزايد آثاره وفي تفاقم المشاكل الأسرية وتنوعها. ما أريد أدخل في هذا النتيجة كامل، خلنا ننتقل إلى الإعلام الآن. موقع قضايا المرأة على الخريطة الإعلامية، يعني على الأقل إحنا طلعنا بقناعة الآن إنه في المجتمع البحريني في ممارسة إلى العنف اتجاه المرأة. بالنسبة للإعلام نتكلم بشكل عام نظري، قضية تعامل الحقل الإعلامي مع ظاهرة العنف ضد النساء لا تزال موضع اختلاف الآراء والاتجاهات وتضاربها بين الدارسين والإعلاميين، خصوصا حول دور وتأثير وسائل الإعلام. في البعض يأخذ برأي أنه الإعلام له دور إيجابي
وممكن يساعد في الحد من هذا الظاهرة. في هناك رأي آخر يقول لا، أن الإعلان ساعد على تفشي هذه الظاهرة بسبب عرضه إلى الأفلام وإلى هذه إشكالية العنف بشكل غير سليم، وأبرز مظاهر العنف يعني على المرأة بشكل يدفع الطرف أو المتلقي إلى هذه المشاهد إلى ممارسة العنف. يرى البعض الآخر أيضاً أن قضايا المرأة والعنف ضدها ليست من أولويات الإعلام، لا سيما وعبره تتم تكرار الصورة النمطية للمرأة التي لها وباعتبارها شرف الأسرة وشرف العائلة، وهو يفتقر للأسس الموضوعية والمهنية في تغطية قضايا العنف الجنسي، وغالباً ما ينشرها للإثارة والسبق الصحفي ودون مناقشة واقع العنف علمياً وموضوعياً وبغرض التوعية وإيجاد الحلول، بل ودون الكشف عن هوية المعتدي من العائلة. بل وجد ناشطين في هذا المجال بأن نشر قصص الناجيات من العنف في الإعلام يتسبب أحياناً في أضرار نفسية وجسدية بسبب غيار المعايير المهنية في التغطية. وعليه نحتاج إحنا عشان بعد نثبت هذا الكلام اللي ينقال، إحنا محتاجين حق دراسات ميدانية تحلل إلينا المادة الإعلامية اللي تقدم للكشف عن موقع المرأة في هذه المادة الإعلامية بقضاياها المقروءة والمسموعة، واللي هي تتألف طبعاً من منصات صحفية تلفزيونية، إذاعة، مواقع إنترنت إلى آخره. واللي ممكن أيضاً نركز فيها على مسألة السينما والتلفزيون والتمثيل والإخراج والدراما أساساً، هي المادة الأكثر يعني التصاقاً أو ملامسةً من قبل المشاهد البحريني. بشكل عام بعض الأفلام نقدر نقول تناولت أسباب العنف الواقع على المرأة من خلال التركيز عليها، من خلال التركيز على ضغوط الحياة اليومية الوضعية الاجتماعية، تنشئة انتشار المفاهيم المغلوطة من حيث القوانين التشريعات. يمكن هذه شفتون الفيلم اللي مثلت في فاتن حمامة وقضية أريد حلا، أنا ترى ما طالع واجد التلفزيون ولا المسلسلات، فبتكون أمثلتي يعني كلش قليلة، فممكن تسعفونا في أثناء الحديث بإعطاء أمثلة أكثر. قدمت أفلام العنف ضد الشابة العجوز ربة البيت العاملة، وهذه قد تكون نقلت الواقع، ممكن تكون إن هي نقلت الواقع، لكنها أيضاً أبرزت ممارسة العنف على المرأة من خلال التركيز بكثرة على البغاء وعلى القتل والكيد، الحالة الكيدية. كما تراوحت دلالات المشاهد بين الرمزية والتصريح، فكل ما يمكن أن يكون مرفوض من المجتمع يتم عزله، لأنه بعد في سالفة الرقابة ما رقابة، ويتجنب التطرق إليه وبالتالي ترميزه. لكن أيضاً في بعض هذه الأعمال حتى لو يتم الترميز الرسالة تصل بطريقة أخرى. نص المادة الإعلامية غالباً في مجتمعاتنا يعتمد له علاقة بوثيقة المرجعية الاجتماعية اللي هي الفكرية والثقافة السائدة والجانب الديني، وبالتالي أحياناً نص هذه الأعمال الدرامية ما يخرج عن خارج ما هو مسموح به ومقبول. على مستوى الصحافة نلاحظ أن في هناك تغطيات في الصحافة المحلية متنوعة ومتفاوتة، متفاوتة الجهود للفئة المستهدفة خاصة النساء، تبعا لاهتمام الصحيفة بقضية العنف ضد المرأة وقناعتها بالمساهمة في حملات مناهضة العنف، وأيضا تبعا لاهتمام وقناعة العاملين. يعني إذا يجيك صحفي مهتم ومتشرب بالقضية يدفع باتجاه إنه يقدم يعني مادة نوعية. يعاني الصحفيون أيضا من قلة المعلومات وعموميتها، وهذا يؤثر على طبيعة تغطيتهم الإعلامية، وبعض الصحف لا تخصص مساحات كافية لموضوعات قضايا المرأة وحقوقها، وتفتقد للوعي الكافي لتلك القضايا. الصحافة تهتم بنشر الأخبار المتعلقة بحالات العنف تبعاً لمصادر الجهات الأمنية وتقارير المحاكم التي تأتي في مقدمة المصادر التي تزودها بالأخبار العنف. فإذا يعني هذه المصادر شحت المعلومة معناتها ما يعني بتكون المعلومات هذه قليلة أو شحيحة اللي تكشف عن طبيعة الظاهرة. أكثر الأشكال التحريرية في الصحافة تتمثل طبعاً عندنا في الخبر، التقرير، التحقيق، المقال، الفيديو،
الفيديو يعني بدأ ينشر في الفترة الأخيرة يعني في بعض صحفنا المحلية، والبعض منهم يتميز بتوفير خدمات إلكترونية ووصلات للوسائط المتعددة وأرشيف إلكتروني يوثق قضايا العنف ضد المرأة، وبعضها يفتقر أو أغلبها يفتقرون إلى هذا الجانب. تقوم بعض الصحف الورقية أو الإلكترونية فعلاً بوظيفة التوعية لمواجهة العنف الأسري، إلا أن مساهمة أغلبها تبدو ضعيفة في الحد من الظاهرة، واهتمامها غالباً يبرز في سياق التوجه العام والاهتمام الرسمي. هل يمكن أن يساهم الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة؟ بالتأكيد نعم، لأن مهمة الإعلام إحداث الوعي. هناك آليات تبين دور الإعلام ومركزيته في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، إضافة إلى دور طبعاً الأسرة، المدرسة، المسجد، كل مؤسسات التنشئة. يتميز الإعلام بخصائص وإمكانيات تقنية متنوعة، المقروءة، المسموعة إلى آخره، التي تساعد على التأثير في المجال المعرفي والوجداني والسلوكي للأفراد، ولديها وسائل الإعلام القدرة على الإبلاغ والسماع والنقاش والمداولة، وبالتالي لعب دور مهم في رفع مستوى الوعي العام وتغيير تصورات العامة لأدوار الجنسين ومفهوم الشرف ومناهضة العنف ضد المرأة. الإعلام ممكن يخلق تواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ومن خلاله طبعاً تمكن الكثير من النساء على الانفتاح الإعلامي والفضاء الإلكتروني وكسر حاجز الصوت حول معاناتهن من العنف، كما وفر الإعلام لهن شبكات تضامنية ومشاركات بالعرائض في الحملات الوطنية والدولية التي تتم عبر المؤتمرات واللقاءات وعبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل. من خلاله يمكن نشر الأدلة وترويجها، مثل دليل النساء المتعرضات للعنف الأسري. إذا اليوم قريتهم طبعاً في الصحافة، دشنوا الجانب الرسمي، دشن الدليل، وأنا أتمنى أن هذا الدليل الكل يطلع عليه، عمل جيد وممتاز يبين فيه كل مؤسسات الإرشاد الأسري وكل الجهات اللي ممكن الرسمية أو الأهلية اللي ممكن الضحايا أو حالات العنف تلجأ إليها، ويبين فيها طبعاً العناوين وفيها الأرقام، يعني دليل جيد ممكن أن إحنا حتى المؤسسات والمنظمات الأهلية نستفيد منه. الإعلام ساهم في التوجه نحو الدراما. هاي أتذكر في عندي دكتورة اسمها مية الرحبي، هي كاتبة سورية ومهتمة كثير في قضايا المرأة، كانت تقول كنت سنين على مدى سنوات طويلة أنا أشتغل في هذا المجال، ما حد كان يقرأ لي ولا حد كان، ففي الأخير قالت كل كتاباتها حولتها إلى نصوص في الدراما وتروح في مجال التمثيل، فصار إقبال عليها وصاروا الناس يتعرفون من خلال هاي النصوص والدراما على قصص العنف وتقدر توصل الرسالة أو المسج. فهذا جانب. المهم من اللي احنا نريد نشير إليه في هذا الجانب ختاماً، بأن دور الإعلام يبقى محدود في مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة إذا ما تطرق، إذا الإعلام لم يتجاوز حدوده المرسومة وتطرق إلى مناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة في إطارها العام، بما معناته في إطارها المجتمعي، بما معناته إنه لابد أن يتحكى عن العنف اللي يصير في الشارع في الفضاء العام، لابد أن يتكلم عن ظاهرة الفقر، العوز، التمييز، التعليم، كل هذه الجوانب لابد النواقص الموجودة في القوانين والتشريعات. إذا ما تحدث الإعلام وسلط الأضواء على هذا الجانب بظل وهو يتحدث عن ظاهرة العنف بظل في هناك نواقص. هل يتعامل الإعلام مع قضايا المرأة عامة والعنف ضدها خاصة بطريقة موسمية أم منهجية مستدامة؟ بالتأكيد لا، يعني يتعامل معها بطريقة حسب ما أنا أشوفه، يمكن البعض ممكن أن يجادلني في هذا الجانب، أنا أشوف أن في تعامل موسمي الغالب، ما أتكلم في يعني في عندي يعني مؤسسات إعلامية وصحفية تختلف لها وضع مختلف، بس يكثر الحديث عن ظاهرة العنف ضد المرأة في مناسبات موسمية محددة وبشكل مستمر. وعلى فكرة هي ظاهرة مو موجودة عندنا في البحرين، أنا جبت حتى على مستوى المجتمعات الثانية يتحدثون عن نفس الشيء، مثل الحديث
في يوم المرأة العالمي 25 نوفمبر اللي هو يوم مناهضة العنف ضد المرأة، وغالباً ما ينتهي الحديث عنه بانتهاء المناسبة. تعالج وسائل الإعلام قضية العنف أيضاً في حالة وقوع حدث معين وموقف سجالي مثلاً داخل البرلمان في مناقشات حوله، أثناء شن الحملات أو المؤتمرات، الحملات طبعاً المصاحبة إلى مناهضة العنف أو إلى إيجاد قوانين أو حملات المناصرة أو المؤتمرات أو ورش العمل، كل هذه وسائل الإعلام تهتم فيها في حزتها وتكون مثار مادة بالنسبة لها، مادة إعلامية. فيكون التحرك من الناحية الإعلام أحياناً فيما يتعلق بهذا الجانب أيضاً موسمي، وحتى تحدث، لكن حسب الدراسات حتى تحدث الرسالة الإعلامية أثرها العميق والتراكمي والمستمر هي محتاجة حد استمرارية في عملية التأثير. أيضاً يلاحظ أن المعالجات الإعلامية لا تتعاطى بشكل شمولي، هذا قلناه طبعاً مع الظاهرة، تغيب الموضوعية والتوازن أحياناً في طرح الآراء ومناقشتها وربطها بوجود أو عدم وجود أو غياب التشريعات والقوانين. هذا جدول أنا عشان بس أراويكم الجانب الموسمي. أمس قعدت جرته، فبعض الأشياء يمكن نسيتها. حين شفت مريم تذكر كان مفترض حتى تشين دراسة في هذا الجدول بس نسيتها، راح يتضمن. هاي الجدول تسجل خلال شهر نوفمبر، 21 فعالية، طبعاً هذا غير اللي طافوا علي ما سجلتهم، برصدهم 21 خلال يعني شهر كامل. كل الفعاليات اللي تشوفونها طبعاً كلها من جمعيات نسائية، أغلبها هي بين محاضرات بين ندوات بين إطلاق حملات بين أفلام فيديو بين مقابلات تحقيقات صحفية، كلها 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 بمناسبة العنف، مناسبة مناهضة يوم العنف ضد المرأة 25 نوفمبر، أو بمناسبة أيضاً الاحتفال بيوم المرأة البحرينية اللي جاي لنا خلال أيام، وعن العنف الأسري. وأحياناً تشوف حتى لدرجة أن العناوين متكررة وتتساءل يعني أنه هذه الجمعيات كلهم يعني مع الاتحاد، ليش الاتحاد النساء يشتغل بروحه في ذا الجانب والجمعيات تشتغل يعني. وطبعاً الندوات أحياناً تروح الندوات يمكن تشوف فيها شخصين ثلاثة أو أربعة. هل هذا الجدول يبغى لنا إحنا طبعاً الشهر الجاي واللي عقبه واللي عقبه؟ إحنا بنحاول نرصد من الآن إلى شهر مارس يوم المرأة العالمي 8 مارس، بنحاول نرصد كم فعالية تصير في ذا الشهر، وبالتالي بإمكاننا نسوي تشارت إنه فعلاً هذا موسمي ولا مو موسمي. هو مبين إنه موسمي يعني، بس يعني هذا جانب، بس هذا مو سلبي يعني، هذا بعد فيه نوع من النشاط والحيوية إلى مؤسسات المجتمع المدني وتفاعلها أيضاً مع الحملات العالمية، وهذا فيه جانب إيجابي يعني مش سيء، مش كله سيء. ما مدى دقة المعلومات المتداولة؟ هذا آخر شيء يعني جانب حول أنهم يعني أنا لأن فريدة أنا قالت لي كل هالحكي تبين الحكي موضوع مهم. ما مدى دقة المعلومات المتداولة إعلامياً حول العنف ضد المرأة وقواعد البيانات ومن يتحمل مسؤولية مصداقيتها؟ هذا آخر سلايدات. هذا طبعاً هو آخر مقالات اللي كتبتها اللي هي المؤشرات العنف. علشان إحنا ننجح استراتيجية مناهضة العنف إحنا بحاجة حق مرصد يتابع ظاهرة العنف، يقيس مستوياتها ودرجاتها، لأن عندنا نقص في البيانات وصعوبة شديدة في الحصول على البيانات. يعني صار المرصد المهني لتسجيل هذه البيانات ضرورة، والمفترض إحنا يعني كمؤسسات مجتمع مدني نبتدي نشتغل بشكل جاد على هذا الجانب. الكشف عن البيانات الإحصائية وتوفير المعلومات عن ضحايا العنف من النساء مسألة مهمة، وجزء لا يتجزأ من الاستجابة لتنفيذ التوصيات الدولية لمناهضة العنف. يعني في التزام على الجانب الأهلي والرسمي في هذا الجانب.
ظاهرة العنف في البحرين تمددت، أغلب إحصاءات التقارير بياناتها قلت من البداية تعوزها المنهجية وبعيد وبكرر، وتفتقر لآليات الرصد والتسجيل والتسجيل الدقيق بسبب تكرار تسجيل الحالات عدم التبليغ عنها. بالتالي ما ممكن أن أطلق تعليمات وأقول إنه ما في ظاهرة عنف، إنه الحالة الزواجية عندنا ممتازة، إنه الثقافة المجتمعية عندنا فيما يتعلق بالعنف ودي الثقافة متسامحة، ما أقدر أنا أطلق هذا، هي محتاجة حق دراسات. أيضا البحوث محتاجة إن يعني ما أقدر أستند في إطلاقي للتعميمات على نتائج دراسات وبحوث ببيانات منقوصة أو بأدوات بحثية غير ملائمة، أو إن فقط أعتمد على نتائج البحث الكمي. يعني في تحليل إحصائي بياني إحصائي، يعني الجانب الكمي لابد أن يتحلل إحصائيا بطريقة نوعية عشان أنا أقدر أعمم في يعني محتاجين حق شغل مهني في هذا الجانب. البحرين تفتقر إلى المرصد يوثق هذه الحالة، اللي أهم من هذا وطبعا في افتقاد إلى قاعدة البيانات والمعلومات. يمكن إحنا نكون على الطريق، ما يندر يعني يمكن خلال سنة سنتين نكون على الطريق في إرساء هذه قاعدة البيانات، نتمنى، بس نتمنى أيضا أن هي تكون معتمدة على معايير النوع الاجتماعي. حاليا معايير النوع الاجتماعي غايبة ضعيفة مبتورة في تحليل واقع العنف، وهذا قلتها طبعا لأننا محتاجين أن احنا ندخل في عملية تعليم المرأة، عملها مشكلات الفقر، العوز، انتشار البطالة، نقص الحقوق الإنسانية، انعدام الحريات، تفشي سياسات التمييز الطائفي، حالة الاحتراب الموجودة في المجتمعات يعني في كل مكان، تأثيرها على الحالة المزاجية عند المواطنين ودفعهم حق ممارسة العنف. هاي آخر سوري على البطالة. غياب الدراسات لمؤشرات الجندر المعتمدة دوليا طبعا في متابعة وقياس ظاهرة العنف، لأن كل جهة قلنا من البداية تصدر إحصاءاتها بروحها. المعلن من النتائج عن عنف في سياق الاحتفالات، إحنا نلاحظ هالسنة واجد جد إلينا تنهد علينا في شهر نوفمبر إحصاءات الرسمية. طيب ليش هذه الإحصاءات ما طول السنة مهي متوفرة؟ وليش يعني نجي فقط في هذه المناسبة؟ هذه الموسمية اللي إحنا نتكلم عنها هي موجودة هنا. في نفس الوقت أنا ما يصير تقطون علينا يعني رقمين ثلاثة بشكل على قولتهم يعني أرقام منزوعة الدسم. أنت لما تقولي إنه حالة الأزواج النسبة نزلت من 52% إلى 26%، طيب ليش؟ نبغى أعرف في متغيرات في عناصر لها علاقة بكل هالموضوع. نحتاج حد إنه إحنا نثير هذه الأسئلة عشان نتوصل إلى قناعات. آخر هذا السلايد نوال آخر سلايد بتحمل وقت أستاذ. أنا أعتقد أنه إحنا خلصنا في هاي الأرقام، شكرا جزيلا، وما أريد ومتأسف إذا أطلت على شكرا دكتورة منى. ننتقل إلى الجزء الثاني والخاص بالأستاذ وسام السبع. شكرا جزيلا، مساء الخير جميعا. طبعا أنا سعيد جدا أن أتحدث يعني في جمعية وعد، هذا الصرح الوطني الكبير، يمكن لأول مرة أنا أتحدث كمنتدي، سابقا كنت أحضر كمتابع وإعلامي لأحداث وندوات أقيمت في هذا المكان، لكن لأول مرة يعني أكون منتدي في هذه الجمعية العريقة. أولا شكري الجزيل إلى الدكتورة منى، طبعا منى أخذت كل أفكاري، أنا ما عندي شيء حين أقوله، لكن هذا لا يمنع من أن يعني أعطي بعض الانطباعات كإعلامي معني بشأن قضايا المجتمع كإعلامي وكباحث اجتماعي أيضا. تقريبا في سنة 2011 قبل 2011 كانت جمعية الاجتماعيين البحرينية بصدد إعداد دراسة حول
واقع العنف الأسري على الأبناء بعنوان كانت إذا ما ناسي الأطفال في العوائل في الأسر المتصدعة. في 2012 استمر طبعاً عملنا في إعداد هذه الدراسة، وكنت مكلف بمتابعة الحالات وإيجاد قاعدة بيانات خاصة بأعداد الأسر المتصدعة من الأطفال ضحايا الأسر المتصدعة، وتقريباً لفينا في أغلب المراكز المعنية بتوفير الرعاية إلى الأطفال والنساء المعنفات. خرجت بانطباع بأنه لا توجد هناك أي تنسيق، أي قاعدة بيانات موثوقة يمكن اللجوء إليها في دراسة ورصد هذه الحالة. طبعاً هذا شيء عام، يعني مو مركز أو مركزين أو ثلاثة أو أربع، تقريباً يعني 18 جهة أنا يعني قصدتها وجلست مع المسؤولين تبعهم حتى نوجد يعني قاعدة بيانات يعني أقرب ما تكون إلى الدقة والواقعية في هذا الموضوع. طبعاً كانت تجربة ثرية بصرف النظر عن مدى دقة النتائج ما توصلت إليه الدراسة، ولكن اللي يهمني في الموضوع بأنه الافتقار إلى قاعدة البيانات بهذا الخصوص يدخل الباحث ويدخل بالتالي الإعلامي اللي يرغب في أنه يتابع هالنوع من الملفات في حيرة وفي حيص ليس. يعني في النهاية أنت ما تقدر، يعني طالما ما تتوفر عندك المادة الأولية والأرقام والإحصائيات، بالتالي أنت ستعالج أو تتناول الظاهرة بعمومياتها من دون وجود أي نوع من الدقة في حجمها أو طبيعة درجة انتشارها. ما موقع قضايا المرأة على الخريطة الإعلامية؟ في الواقع الصحف مثل ما تفضلت منى، الصحف تتفاوت في درجة اهتمامها. يعني شخصياً أنا انتقلت في ثلاث صحف: الأيام والوطن والوسط. أستطيع أن أقول بأنه فيه نوع من التفاوت في حجم الاهتمام بهذا النوع من القضايا. هذا واضح طبعاً لأي قارئ عادي يتصفح الصحف اليومية ويلاحظ بأنه ما فيه أصلاً ملحق معني بالمرأة والطفل مثلاً على سبيل المثال، أو معني بقضايا المرأة أو القضايا الاجتماعية في الحد الأدنى على سبيل المثال. هذا الهم أنا نقلت إلى صحيفة الوسط أكثر من مرة، ويعني في هيئة التحرير ذكرت لهم بأن فيه نوع من عدم التوازن الشديد والواضح في قضية الاهتمام بالقضايا الاجتماعية. يعني البعد السياسي طاغي على اهتمامات الصحيفة بشكل كبير جدا. الجانب الحقوقي نعم بارز، ولكن هذا لا يكفي لإعطاء المرأة الحصة التي تستحقها من التناول الإعلامي. طبعاً غير كافي، الجريدة الوحيدة اللي ربما اللي أعرف بأنه تهتم بهذا النوع بانتظام وباستمرارية بهذا النوع من التقارير أو حتى التقارير الاجتماعية الخفيفة، رأي القراء أو رأي المهتمين مثلاً في تسلط الزوجة على الزوج مثلاً، هالنوع من التقارير الاجتماعية حتى هذا المقدار ما هو متوفر في كل الصحف. الجريدة الوحيدة ربما اللي شو اسمه، إن شاء الله ما يزعلون علينا الوسط، هي الأيام. جريدة الأيام تهتم بشكل واضح بإفراد صفحات لمناقشة، واللي يعرفه بأن في قسم خاص بالأسرة في الأيام. هذا النوع من الاهتمام، صحيفة أخبار الخليج أيضاً في عندنا مقابلات مستمرة مع رائدات، حققنا نجاح معين في مضمار معين أو مجال معين، ولكن هذا نوع من يعني صحيح مطلوب ونشد عليه، لكن طبعاً ما هو في المستوى اللي يحقق أماني أي شخص معني ومهتم بشكل كبير برصد التغيرات والتحولات الاجتماعية في البحرين.
بقيت الصحف تناولها تناول خجول جدا، ما في رؤية، ما في استراتيجية، نعتمد. وهذا على فكرة هذه الخربطة، هذه الخربطة في 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 عدم الاهتمام بالقضايا متروك إلى مزاج الصحفي. الصحفي متى ما شعر بأنه بحاجة إلى تغطية معينة أو فتح موضوع معين يلجأ إلى يعني إلى هذا النوع من التغطية الإعلامية، يبتكر إليها يعني. فالأمر متروك أساساً لاجتهاد الصحفي. طيب الصحفي لما ما تتوفر عنده المادة العلمية في كثير من القضايا، بالتأكيد التغطية الإعلامية لما سيكتبه بتكون مو دقيقة الدقة المطلوبة. هل يتعامل الإعلام مع قضايا المرأة عموماً والعنف ضدها خصوصاً بطريقة موسمية أم منهجية مستدامة؟ إلى حد ما أتفق يا منى، نعم إلى حد ما يعني التعامل موسمي بدرجة كبيرة جداً. طبعاً هذه انطباعات، لأن الموضوع يعني خاضع إلى دراسة تطبيقية، يعني دراسة، يعني أنت بحاجة إلى أن أنت تلاحظ التكرارات بالطريقة اللي عملتها الدكتورة في رصد الجدول الفعاليات. لكن كانطباع من داخل مؤسسة إعلامية أستطيع أن أقول بأن التعامل تعامل موسمي 100%. ما مدى دقة المعلومات المتداولة إعلاميا حول العنف؟ مثل ما ذكرنا سابقا ما في شيء يعني دقيق، و يعني إذا كانت حتى المؤسسات المعنية بالمرأة ما تمتلك هذا النوع من المعلومات، فما بالك يعني الصحف كيف تستطيع أن تتوصل إلى هالنوع من المعلومات؟ تأثير المعالجة الصحفية لقضايا العنف الأسري في الصحافة الورقية والإلكترونية في البحرين، هذا أيضا يعني من الصعوبة بمكان أن احنا نقول بأنه التأثير إيجابي أو سلبي، لأنه خاضع إلى قياس الرأي العام حول هذه المواضيع. لكن إحنا كإعلاميين يمكن مهتمين ومن الحقل العمل الاجتماعي، أنا أقول بأن هذا طبعاً مؤثر. يعني في النهاية إحنا لازم نعرف بأن الإعلام يحمل مجموعة من الوظائف الأساسية. المضمون الاجتماعي لوظائف الاتصال التقليدية هي المراقبة، يرصد الظواهر وبالتالي يدونها ويعني يخضعها إلى قضية القياس إلى حد كبير. الترابط، تحقيق نوع من الترابط الاجتماعي، تكوين رأي عام معين تجاه قضايا المجتمع، أيضا نقل الميراث الاجتماعي، هذه كلها وظيفة الإعلام. يحافظ على الأطر المرجعية إلى المجتمع والأعراف وما إلى ذلك. التشاور وتبادل المعارف بخصوص قضايا المجتمع اللي تلح على المجتمع بشكل كبير، وفرض المعايير الاجتماعية. كثير من المعايير تغيرت، يعني واقع الحياة اليوم يفرض نوع هذا الإيقاع السريع، بالتأكيد بحاجة إلى أيضا ما يوازيه في الإعلام من اهتمام. دكتور باقر النجار في واحد من الأبحاث اللي كتبها عن التحولات الاجتماعية يقول بأن البحث عن المطلب الحقوقي النسوي في مجتمع يفتقر إلى العدالة هو بحث ضائع. أتصور بأن هذا يلخص الفكرة اللي احنا نستند عليها، وأعتقد احنا نتفق أنا والدكتورة منى حول هذا الموضوع، بأن الواقع اللي تتعرض له اليوم المرأة واقع معقد. يعني التهميش اللي يطال فئات كبيرة من المجتمع، الاستهداف المباشر وغير المباشر للقوى الاجتماعية الفاعلة، ساهم بشكل أو بآخر في تضعيف مكانة الرجل. لكن المرأة عندها حيف وظلم وتهميش مضاعف، لأنها أيضا تتعرض من الرجل إلى تهميش واستضعاف. طبعا احنا كعاملين في الحقل الاجتماعي، الارقام اللي اشارت اليها منى في الجدول غير دقيقه. يعني استطيع ان اقول بالفم المليان ما يصل الى الجمعيات الرعائيه هو جزء بسيط وبسيط جدا. يعني احنا في الميدان ونعرف، على سبيل المثال في الحقل المدرسي
أنا كمرشد اجتماعي أكتشف متأخر، طبعاً إحنا في بداية العام الدراسي نوزع بيانات استبانة استمارة يكتب فيها ولي الأمر كل ما يتعلق بوضع الاجتماعي والاقتصادي و و و و حتى أنا أبني البرنامج الإرشادي تبعاً لحاجة كل طفل أو كل تلميذ، بما في ذلك إذا كانت المرأة الأم أو الأب مطلق أو منفصل أو يتيم أو ما شابه حتى نعرف نتعاطى وياه. مع الأسف قسم كبير من أولياء الأمور يتعمد عدم الإجابة أو الإجابة بمعلومات مضللة. أكتشف بعدين في نص العام الدراسي عقب شهرين عقب ثلاثة بأنه في بيانات خاصة تنبئ عن وضع خاص للطفل في أسرته، إما منفصل الأم والأب منفصلين أو مثلا يعني يعيشون وضع معين. فهذا النوع من الشفافية حتى من أولياء الأمور سواء كانت أم أو أب يعني يخلينا في حيرة، من يعني حتى إحنا كباحثين اجتماعيين معنيين بمتابعة يومية إلى هذه الحالة ما نستطيع أن يعني نرصد بدقة حجم هذه الظواهر، ما بالك يعني على مستوى البلد. فإحنا بحاجة إلى تكاتف منظمات المجتمع المدني خصوصاً الجمعيات النسائية في سبيل إصدار تقرير سنوي اجتماعي معني برصد كل التحولات الاجتماعية اللي تطال المجتمع، مو بالضرورة الجمعيات النسائية بشكل عام، أنا أتكلم في محاذير كثيرة تترك أثرها الكبير في معالجة الصحافة لكثير من القضايا. تجربتي أنا الشخصية يعني، وأنا أعتبر نفسي الحين أنا معقب على كلمة الدكتورة منى، يعني أنا يعني ما عندي شيء يمكن يعني يجهله الحاضرين يعني بخصوص هذا الملف، ولكن أتحدث بشكل يعني من واقع تجربة. أتصور بأن العاملين في القطاع الإعلامي هم محكومين بالضرورة بوجهة نظر المؤسسة اللي ينتمون إليها، هذا أمر يعني ليس بجديد. شخصياً أنا فتحت موضوع الاستغلال الجنسي للمرأة في البحرين أكثر من الملف، فتحت ملف مش مقالة، فتحته في الصحافة وسبب ضجة كبيرة، يعني ضجة من قد يكون من فوق يعني، ولأنه تم يعني استشعار بأنه قد في حلقة ثانية أو ثالثة أو رابعة بيطال شخصيات لا يراد لها الكشف. فلما كتبت هذا الملف حول موضوع الاستغلال الجنسي للمرأة يوم ثاني جل المنع، يعني أنه توقفوا لف نظر بالأحرى للجريدة. فهذا نوع من يعني نوع من المحذور، محذور قد ما يكون اجتماعي، قد يكون حتى رسمي أو يعني سياسي نوعا ما أو أمني خلينا نسميه. فواقع يعني واقع الإعلام فيما يتعلق بقضايا المرأة واقع يعني غير لا يعطي القضايا الاجتماعية بشكل عام، مش فقط عن المرأة، لا يعطي حقيقة التحولات الاجتماعية والمشاكل التي ينضح بها المجتمع يعني المقدار الكافي من الاهتمام. ومن هنا تبرز أهمية إيجاد تحالفات دائمة ومستمرة على مدى العام تستهدف كشف ورصد كل الظواهر الاجتماعية حتى المتعلقة منها بالعنف الموجه ضد الأطفال. الفعاليات وهذا نوع من المقترح، يعني لا أخفيكم أنا يعني نقلته إلى جمعية الاجتماعيين وأبديت استعدادي إلى أن أكون يعني جزء من فريق إعلامي يتحرك ويعمل على رصد كثير من الظواهر الاجتماعية من ضمنها قضايا العنف ضد المرأة. يعني هذا أنا أتركه إليكم في يعني أطلق هذه الدعوة في هذه الجمعية اللي طالما يعني وقفت مناصرة في سبيل يعني إعلاء مواضيع تتصل بحقوق الإنسان ووضع المرأة. فإطلاق هذا النوع من التقرير سيساهم بدرجة كبيرة في
يعني إيجاد رأي عام مدرك تماماً لخطورة اللي نواجهه. طبعاً لما نتكلم عن الإعلام إحنا لا نتكلم فقط عن الصحف، نتكلم عن الدراما، نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعية، ولكن كل هذا يستند في نجاحه إلى مدى ما يتوفر من معلومات دقيقة وإحصاءات تجسد واقع الممارسة العنفية الموجهة ضد المرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ وسام. نفتح المجال.